معلش معلش قول الامتياز. معلش احكي لي اللي حصل، معلش بسرعه، اللي حصل ايه اللي حصل؟ قول قول بسرعه. اللي حصل كنا واقفين عادي، متظاهر مظاهره سلميه وشعارات ومحيي سوريا وناس تحيي المجلس الوطني ومنتقد السفير السوري ومطالبه طرد السفير السوري. ففي شويه شباب صار احتكاك مع الجيش، بدهم يدخلوا على قدام السفاره، فالجيش دخل ضرب بكهرباء واحد في عينه سوري وفي المستشفى دلوقتي. مصور في المستشفى، اسمه جابر. جابر ايه. جابر مصور جابر ومضروب في عينه، عينه كلها دم بالكهرباء. لسه ما لحقوش، يعني لا معنا ما معناش حاجه، لا عصيان ولا اي حاجه. الناس بس عايزه تتقدم شويه قدام السفاره، دخل ضرب. يعني انتوا كنتوا بتهجموا على السفاره مثلا؟ ما كناش بنهجم، كان بعض السوريين داخلين عايزين يتقدموا بس ما اقتحموش السفاره، عايزين يتقدموا. الجيش دخل ضرب والشرطه دخلت ضربت وبتاعت الكهرباء. شكرا. خلاص انضرب انضرب. يلا يا شباب تفضلوا. يلا يا شباب يلا. احكي لي الدم ده ايه بعد اذنك؟ ايه الدم ده؟ الدم ده ايه، ولا ابويا ولا ايه؟ واحد اتعور. مين اسمه ايه؟ واحد من السوريين معنا شاب. اتعور ازاي يعني؟ تعور الجيش ضربه خلص. ايه السبب يعني؟ ايه اللي حصل يعني؟ واحد يشد شغله يا شباب لو سمحتوا. وحده والله يا شباب. ليش؟ انا اقول لك تعال عندي. تفضل. نحن كنا نحتج ونهتف وبدنا نقتحم السفاره، لانه هذه السفاره لا تمثلنا، لا تمثل. حاولت تقتحم السفاره؟ حاولنا على الحاجز، حاولنا بس نصيح ونمد ايدينا برات الحاجز. وهجموا علينا، وواحد من المجندين ضرب واحد سوري باخمص الباروده وجرحه، اسمه جابر الشاب الجريح، وجرحه وعينه تعذت. يعني جرحها كبيره ولا صغيره؟ جرحها متوسط. ودمه نازل على وجهه وعلى صدره وعلى عينه كله. هوشوا علينا بالعصايات الكهربائيه ولقموا الاسلحه واتجهوا نحونا. شكرا شكرا. زي ما ضربوا المصريين قدام السفاره الاسرائيليه، وضربوا الاباط قدام سبيرو، ضربوا السوريين قدام السفاره، والسوري اللي كان واقف ما بيعملش اي حاجه خالص اتضرب. زميلك بيقول كنا بنحاول نخش السفاره. هو كان عايز يدخل، كان عايز يعدي، وضربوا في الناس كلها، وواحد ما كانش ليه اي دعوه خالص بالموضوع ده اتضرب. اتضرب من الضابط والراجل نزف. على عينه. معلش معلش عشان ما نعطي الامور اكتر من حجمها. الله يخليك. نحن ما مش عاوزين ندي الامور، مش عاوزين ندي الامور اكتر من حجمها. نحن هيضرنا كقضيه. نحن الكلام ده انت عايز تضرنا ولا عاوز تفيدنا؟ انا مش عايز اضر حد. ممكن بقى خلاص نقفل الموضوع بعد اذنك لو سمحت. لو سمحت انا ما بحجزش على حد، بس احنا قضيتنا لو فتحت كده هتخرب علينا. نحن مش عاوزين نقتحم. نحن ما بناش بالمجلس العسكري ده، ده قضية أخرى، ما تدخلناش في قضايا أخرى لو سمحت. هو ده اللي بنقوله، ده قضية أخرى. قضية أخرى كلها قضية واحدة. معلش قضية واحدة. حكم العسكر دي قضايا البلاد العربية كلها، حكم العسكر لازم يسقط في البلاد العربية كلها. أي حد في العالم يقدر يضرب في أي حد في العالم. مش قضية واحدة، مش قضية واحدة. احنا في الشعب المصري اللي بيعانيه باللي بيقولوا قدام السفارة الإسرائيلية وضربوهم. يا يوسف يا أمين اخرج بره أرض النيل. يا يوسف يا أمين اخرج بره أرض النيل. شوف الدم. هذا دم الجريح اللي صار اللي أسعفناه. قول له ازاي أسعفته. يلا. قول له وين انضرب وين أسعفته. نحن واقفين قدام السور اللي انت شايفه ده، الحاجز اللي عامله الجيش طالع الدم. عم نحكي معنا من دول بدنا نقطع السفاره، يروح هو يضربنا. لسه عم نحكي يعني، نحن ما عملنا شيء والله العظيم، ما عدنا الحاجز. اقسم بالله وهي الناس كلها شاهده، ما عدنا الحاجز. راح ضربه بالآلي هيك على عينه يا رجل، ما بيجوز من الله. شو هالجيش هذا؟ انت اخواننا واستضافتنا ان شاء الله. اذا كان حدث يبقى ده حدث عارض لا يؤثر ان شاء الله. والسلام عليكم وبركاته. واحد 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 مصر وسوريا واحد. 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 تمون تمون.